يسعد صباحكم حبايبنا واهلا وسهلا فيكم في اولى فقرات دنيا دنيا فقره الرياضه. صباح الخير صديقي مصطفى. اليوم راح نعطيكم تمرين لور بادي كامل للفخذ الامامي، الفخذ الخلفي، الجلوتس، للكالفز ممكن يشملهم، بتمارين بين السكوات واللنجز. راح تكون بس بوزن الجسم، يعني الكل بيقدر يعملها. في حال حسيتوا في صعوبه ارتاحوا شوي ردوا، ارجعوا ارتاحوا شوي ردوا كملوا معنا. ريدي نبدا؟ تعطونا ميوزك. نعمل ستريتشنج بسيط. اول شيء ننزل بالركبه خلفيه لتحت وبنميل للامام عشان نعمل ستريتش للهيب فليكسر اللي هي العضلات المسؤوله عن ثني الحوض. الصدر مرفوع دائما، الحوض مدفوع لقدام. نعمل سويتش بالرجلين، الصدر مرفوع نفس الشيء، الحوض للامام كده. اوكي نطلع. هلا بنخلي المساحه نفسها، بننزل سلو نطلع كويك. جود بنشكل ننزل شوي شوي، نعمل بوش اسرع شوي. جود 3 2 1. لو بدنا نعدها فير جود. هلا بنعملهم 50 50 شوي شوي سموث. داون داون، خلي ايدين على الخصر ما في مشكله. صدر مرفوع. اتجاه الحركه راح يكون طبعا بالركبه الخلفيه باتجاه الارض، صدر مرفوع، الحوض مضموم. سنجل جو داون اب داون اب. كل التمرين اليوم طبعا راح تكون على رتم الميوزك زي ما انتم شايفين. داون اب داون اب. نكمل كمان 8. جو داون بوش داون بوش. اهم شيء الصدر مرفوع ستريت قدام، نظرنا كل جسمنا موجه على بوينت واحده. جود هولد، نرتاح شوي. هلا بنفس الرجل بناخذ ستيب لورا، هولد، ننزل شوي شوي. جود، هاي بنسميها ستيب باك. كمان مره هولد سلولي داون تحت. جود، هلا بنعملها بشكل سريع ستيب وبنرجع. 1 2 3. جود بنكمل ستيب بسيطة كبداية عشان اعمل كنترول على الحركة، مش لازم انزل كثير. ممكن انزل تحت ارفع الركبة، هذا اوبشن. جود عشان ازيد البالانس على الرجل الثانية. صدر مرفوع داون اب داون اب. سويتش، ننزل شوي شوي نطلع بوش. جود، صدر مرفوع زي ما حكينا. لو بنشوف الحركة من وضع جانبي راح نشوف زاويتين 90 برجلتين. 2 2 داون داون اب اب. ننزل شوي شوي ستريت، نظرنا صدر مرفوع، الاكتاف لتحت لورا عشان نخلي الصدر فوق. سرع سنجل داون بوش داون بوش. فيري جود، زي ما حكينا كنترول على الحركة برينج اوف موشن بسيط. اذا كان في كنترول ننزل اكثر كمان. كت ركبة الخلفية باتجاه الارض، نفس. كت اخر واحدة نرتاح. نفس الرجل راح ناخذها لورا، نثبت ننزل شوي شوي. جو هولد، ننزل بطيء نعمل ريزيستنس نقاوم. كمان مرة هولد، ننزل سلولي داون نرجع للسنتر سريعة. جو 1 2. ممكن ايدينا على الخصر، ممكن احركهم زي السبرنتر على طول. جود، حكينا عن ليفل 2، ممكن ارفع الركبة لفوق. داون اب داون اب. نفس فيري جود، بالانس اكثر، ركبة اعلى شوي. لاست 1 2. جود، هلا بنغير التمرين نعمل سكوات. عملنا على الرجلتين، وسع رجلين، صدر مرفوع، ايدين كروس على الكتاف، ننزل بالحوض لتحت لورا سلو داون داون. جود، حركة بسيطة. جود، مع الميوزك هلا بننزل سلو موشن، نثبت شوي سلو بطيء، نضل تحت نطلع شوي شوي، نثبت الكعاب على الارض، الامشاط شوي مفتوحه، الركب شوي مفتوحه، الحوض لتحت لورا. Very good. Stay. Down. Breathe. نفس تركيز، حس بالعضله اكثر. Very good. اخر واحده سرع سنجلز. Go. 16 15
15 good. نعملها 16 مرة. Very good. Down, up, down, up. Good. كمل 8 more. طبعا برضو نفس الشيء هون. لو حسينا الليفل صعب ممكن انزل هاف واي واعمل بوش. Good. اوكي هلا عندنا تشالنج. نعمل هاف رينج نضل تحت 8 7 6 5. نعمل بريشر اكثر وضغط على المسلز. جود. نطلع بوش كمان 8 داون 8 7 6 جود 5 كمان 4 4 لتحت اكثر 3 2 لاست وان بوش ايزي شيك. Very good. نعمل كمان راوند بنضل على السكوات شوي شيك ريكفري شوي لرجلينا. Very good. نفس شولدر رون رن في ايدينا لف جذعنا. Ready. سكوات ننزل كمان مرة شوي شوي لتحت شوي شوي لفوق داون داون اب اب نضل مع البيت شغلين chest up مرفوع. Very good. تعودنا على الحركة. Go down down. نفس على طول chin بنخليه لجوا شوي مسحوب صدر مرفوع الايدين ممكن نضمهم على الريب كيج. Hold. ننزل شوي شوي slow. Very good. لما يكون واحد يشتغل مع الميوزك يكون عنده نوع شوي من الحافز انه يكمل. Yes, هلا ننزل slow بنطلع quick 3 2 1 نعمل push slowly down push نرتاح على طول slow push good كمان مرتين. اوكي اخر مرة good عشان نعمل singles go سريعة down up على طول. اذا انتم لاحظين كمان على الركب لما نطلع لفوق بنخليهم شوي soft يعني شوي فيهم ثاني خفيف. Very good. Go, go, go. لتحت أكثر كمان. Very good. Nice coach. Good. Down, push, down, push. ننزل halfway. Four, three, two, push. بنعيدها كمان مرة. أربع مرات. ضل تحت. Three, two, بالحوض لتحت. نعمل سنجل كمان مرة داون بوش داون بوش فول رينج حركة كاملة. جود. ننهي فيها هون تمرين سكوات راح نرجع لللانجز هولد شيك. آخر تو راوند عندنا رجل يسار رجل يمين بعدين راح نعمل ستريتشنج. رجل يسار قدام ننزل سلو بوش. اوكي صدر مرفوع زي ما حكينا. Good. نحاول انه الركبه الاماميه ما ناخذها لقدام نحاول الركبه الخلفيه نركز ان تنزل لتحت. Low. Good. نعمل ستيب. Ready. Down. Up. Down. مع الحركه ممكن تكون اسهل من الثبات لانه الحمل بيتوزع على مفاصل كثيره وعلى عضلات كثيره. Very good. اوكي تحت كمان داون بوش داون جود نايس كمان شوي لتحت. Very good. نعمل ني اب داون ني داون ني نفس الحركه نزيد عليها تكرار نزيد لود على الرجل العامله بالانس. جود. نفس باستمرار نعمل حاول ايزي جامب اذا قدرنا نعمل جمب خفيف على الأرض على طول ننزل بنفس الركبة على تحت. Good. Down. Last one. Hold. Shake. Good. آخر جولة. نفس. Roll. Shake. خفيف. الرجل الثاني. Slow. Push. Good. نرجع لنفس البوزيشن. اوكي مساحة واسعة بين الرجلين. Very good. Hold.
ريكفري. اعطيكم اياها من مقطع جانبي. ستيب لورا بنرجع نفس المكان. ليتس جو داون تاتش. اوكي داون اب داون اب جود. ليفل 2 ننزل لتحت اكثر اذا قدرنا. حسينا حالنا تعبنا ناخذ ايزي ستيب نرجع. ما في داعي ننزل كثير، نعمل لود كبير على حالنا الا اذا حسينا حالنا ادفانس ني اب. هذا الاوبشن، او ممكن اضل مع كوتش مصطفى على الايزي ليفل، اضل اعمل تاتش على الارض. اخر ليفل جو جمب داون جو جود بوش. اخر تكرارات لاست وان هولد جود. شيك هيك بنكون لعبنا تقريبا كل عضلات الرجلين. نعمل ستريتشنج خفيف، بريث شيك، سكر رجلينا شوي شوي مع نفس ننزل بطيء. جود بريث، اتنفس عشان اساعد حالي اني انزل اكثر. هاي طبعا عشان عضلات الفخذ الخلفيه. نضل ثابت نايس. مع النفس راح نحس انه نبض القلب وسرعه النفس قلت تلقائي، وهذا المقصد من الستريتشنج. ناخذ رجل ورا ايد فوق، نعمل ميلان نفس ننزل اكثر. جو نايس. ممتاز. نعمل سويتش، رجل الثاني ورا ايد الثاني فوق، ميلان كمان خفيف. اوكي نعمل العضله الرئيسيه اللي اشتغلت اليوم اللي هي الكوادروسبس. ستريتش نمسك رجلنا نضل ثابتين. جود. اهم شيء نرفع صدرنا، نحاول انه نعمل بوش بالحوض لقدام، نسحب الركبه شوي لتحت ولورا. نايس. الايد هون، الايد مفتوحه لبرا، ما في اي مشكله. زي ما انتم ملاحظين هون ركبتي مسحوبه لورا. جود شيك. نعكس الرجل الثانيه هولد ثبات توازن بالانس نفس. Very good. كعب مسحوب كامل على الجلوت. Good. Inner thighs. خلي رجل straight. مستقيمة وبنزل على رجل الثاني بحط الالبو. بنزل أكثر لتحت ممكن شوي في جهة الأرض. زين. بعمل switch على طول على الجهة الثانية. نفس. Very good. ننزل لتحت كمان مرة عشان أزيد الستريتش على عضلات الداخلية للفخذ. Good. تحت. آخر شيء لعضلات الحوض الهيب فليكس لأنه أكيد اشتغلت بتمرين اللانجز والني أب. كل القفزات اللي عملناها حوض لقدام أكثر. نعمل روتيشن كامل. جود سويتش لرجلنا. اول مرحله بندفع الحوض لقدام. جود. الجسم بده يروح عكس الرجل. جود ريلاكس. عضلات الظهر خفيف، مدهم مطهم شوي. فير جود. لاسفل الظهر مد ايدينا وننزل شوي شوي بالحوض لعن كعب رجلين. Very good. نفس باستمرار هيك تقريبا. نفسنا ونبضات قلبنا رجعت لوضعها الطبيعي اللي كانت عليه قبل الحلقه وقبل التمرين، وهذا لازم. يعطيكم الف الف عافيه. هيك نكون وصلنا لنهايه تمرين اليوم. نشوفكم الاسبوع المقبل في تمارين مختلفه. شكرا لكم.